ما شاء الله. يعني اللهم لا حسب، احنا فعلا دايما كلنا بنتبسط بالانجازات ومراكز كتيره بيحققها النادي الاهلي، ان هم دول ولادنا، هي دي روح النادي الاهلي، هم دول ولاد النادي الاهلي، هم دول اللي عايزينهم من كل اللعيبه، دايما يفرحونا في كل المجالات. معانا النهارده كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، هنفتح معاه كل الكلام. هو شايل شيله كبيره صدقوني، انا اشتغلت 7 سنين في المكان ده، بس كنت بشتغل كمان مساعد لكابتن رؤوف، والحق يتقال لا الشيله تقيله، يعني لازم نكلمه ونقول له ربنا يكون في عونك. كابتن رؤوف عبد القادر منورنا. ربنا يخليك يا كابتن عوضي، بقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. وعن سعيد على النادي الاهلي باذن الله 2019 يا رب باذن الله تستمر تحقيق الانجازات والبطولات وتعود كره القدم تزدهر من جديد يا رب. وبقول لكم كلكم البرنامج الجميل بتاعك وقناه بايزة النادي الاهلي عام سعيد وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا كابتن رؤوف، يعني مش هقول لك يعني اشتغلت في المكان ده فحاسس حضرتك شكله ازاي. كابتن رؤوف حضرتك شايل تقريبا 10,000 واحد على كتافك في النشاط الرياضي، مظبوط؟ اه، والحقيقه كمان يعني الاستعراض اللي احنا عملناه ده ده استعراض النتائج، لكن لما نبص احنا بنوصل للنتائج دي ازاي؟ في شغل كتير جدا غير ظاهر بالظبط. اللي انا بسميه مثلا البنيه التحتيه للنشاط الرياضي. هنبدا من جوه النشاط الرياضي عشان الناس تعرف المشكله ازاي. في الناس يعني حضرتك اولا مش بتنام، انا متاكد عندك مشاكل كتيره وكل الالعاب بتعمل مشاكل، فيعني الاول نخش جوه النشاط الرياضي شويه. النشاط الرياضي بيشتغل كام ساعه في اليوم تقريبا؟ يعني اللي عايز يشتغل في النشاط الرياضي ما يفكرش هو بيشتغل كام ساعه تمام او في عدد ساعات معينه ولا اي حاجه. يعني احنا معظم الايام يعني اقدر اقول لك مثلا من حوالي 9 الصبحيه بايس. ممكن لغايه 10 بالليل، 12 بالليل، لغايه 11 بالليل. ده الطبيعي لمعظم الناس اللي موجوده في النشاط الرياضي. ما شاء الله. طبعا في ناس وظائفها ثابته، دي بتخلص شغلها الساعه 4 وبتروح، لكن انا بتكلم القيادات بتاعه اداره النشاط الرياضي. بتبتدي الشغل الاداري بينتهي مثلا على الساعه 5 او 6. بتبتدي بقى المباريات، متابعه المباريات، متابعه التدريبات، الجزء العملي بقى اللي هو موجود. فاللي انا عايز اقوله ان الكلام ده كله بيعدي كانه ساعه واحده. ساعة واحدة كأنه ساعة واحدة بالظبط. بص عشان نكمل الموضوع، 3 فروع وحضرتك ماسك الموضوع ازاي بتلم بكل هذا بصراحة؟ يعني هو الحقيقة الأهلي مثل ان هو منظومة كويس وكل قائد في موقعه. النهاردة لما يبقى فيه مسؤولين موجودين في الأفرع سواء في الشيخ زايد أو في مدينة نصر، كل واحد واخد الصلاحيات بتاعته كويس، ومفيش رجوع لاداره النشاط الرياضي في الجزيره الا في حاجات معينه وممنهجه. فبالتالي الموضوع يمكن سهل طالما فيه منظومه، والمنظومه داخل النادي الاهلي اتعلمناها من الناس اللي قبلينا واحنا ماشيين على نفس النهج، فالحمد لله يعني الامور ماشيه يعني. طب الحمد لله الامور ماشيه، وهنسيب النشاط الرياضي ونخش على حصاد السنه. كابتن رؤوف عبد القادر، الالعاب الفرديه محققه انجازات كتيره، العاب قوه ما شاء الله، سباحه، ميداليات. بنبدا ازاي السنه؟ الناس دي بتشتغل مع حضرتك ازاي؟ ايه الدعم اللي حضرتك بتقدمه لكل فرق النادي كنشاط رياضي؟ هو طبعا احنا اول حاجه بدينا بيها اللائحه الجديده كويس علشان اقدر انظم العمل لكل الفرق الرياضيه تمام. يعني سهرنا على اللائحه، بتراجع لائحة وصلت لأكثر من 200 صفحة كويس، بتراجعها كلمة كلمة وسطر سطر عشان تتوائم مع المرحلة القادمة كويس. بعد كده بيتم اختيار الأجهزة الفنية في بداية الموسم، وطبعا ده ما بيجيش لازم بيحصل تقييم للموسم اللي انتهى كويس. اللي هو كان الموسم اللي فات هي. بنشوف 17-18 وبيجي المتابعة، بتعمل تقرير على كل مدرب موجود في كل فرقة حيل. سواء أي يعني مميزاته أو كان فيه بعض العيوب أو أي حاجة، وإيه ده الإضافة إلى النتائج. وبعد كده بعد ما بنعمل التقييم ده
بنبتدي بندي التصور بنرفعه لمجلس اداره النادي بالتجديد للاجهزه الفنيه اللي هتستمر او لو في تغيير بنغير في بعض الاجهزه. كابتن رؤوف عبد القادر يتدخل في اختيار مدربين للفرق ولا بيتعامل مع المدير الفني اللي هو المسؤول الاول والاخير؟ بناخد المرحله الاولانيه ان احنا بنعين مدير الاجهزه ورؤساء الاجهزه. حضرتك ده اختصاصك السليم. بالظبط كده. تمام. بنيجي في الخطوه الثانيه زي ما قلت لحضرتك ان المبدا العام كل قائد في موقعه. حلو. فبندي السبورت كامل للمدير الفني المسؤول ان هو يتقدم بالتشكيل بتاعه المطلوب بالنسبه للسنه الجديده. بنقعد الامر مش مطلق يعني هو له من الناحيه الفنيه وجهه النظر بتاعته. احنا عندنا التقرير اللي هي موجوده. بنقعد مش اكتر من قعده يعني قعده احنا نادي واحد كويس. احنا العيله حيل. بنقعد في التشاور كل مدرب محطوط نشوف نتائجه ايه السنه اللي فاتت كل حاجه يعني الموضوع مش موضوع نتائجه بس طلع قد ايه لعيبه قد ايه للفرقه الثانيه او للفريق الاولاني. بصت حضرتك على الموضوع بصه مختلفه. بالظبط. ممكن مش هقول هو هيخسر ممكن المدرب ده يعني يكون نتائجه مش على اللي انت محتاجها لكن في لعيبه هو بيقدر يطلعها للدرجه الاولى فتقدر تقول ان هو حقق الهدف بتاعك. بالظبط بالظبط او ممكن حاجه ثانيه. اتفضل. ممكن يكون يعني مدرب كويس وعامل شغل كويس وكل حاجه لكن ممكن مجموعه اللاعبين اللي هو مثلا بيشتغل معاها ولا حاجه لما خد الفريق كان في دفعات معينه او حاجه فيعني في مجموعه من العوامل اللي احنا بتحكمنا اللي في الاخر بنستقر على التشكيل الكامل لكل جهاز اللي بنرفعه بعد كده لمجلس الاداره عشان ناخد الموافقه عليه. نخش في الملعب خلاص كده النشاط الرياضي عشان بعض الاسئله دايما بتقول الناس بتحب تعرفها فحبينا بس نقدم المقدمه دي مع حضرتك عشان تيجي نخش على النشاط الرياضي. النادي الاهلي داعم اساسي ورئيسي مهم جدا للمنتخبات المصريه. طوكيو 2020 احنا بندعم ازاي ولادنا في الالعاب الفرديه اللي هم حققوا الانجازات دي كلها او ماشيين في الخريطه ازاي؟ يعني هو لما هنبتدي برضو يعني بلاش نبتدي من النهايه اللي هي النتائج او ماذا حققوا. كويس. احنا علشان طبعا مين احنا؟ يعني مثلا هنتكلم في الجمباز. كويس. علشان اخلي لعيب الجمباز ده يحقق حاجه. كويس. هي شكل الصاله اللي بتمرن فيها ايه؟ حلو. هي الاجهزه بتاعته اللي هيتمرن عليها شكلها ايه؟ مظبوط. هي المدربين اللي بيدربوه مين هم؟ فلما نيجي نوصل للمراحل دي كلها نقدر نتكلم بعد كده على الواعدين اللي هو ممكن نهدهم للاولمبياد. هايل. جبتني في حته الجمباز. تمام. سؤال. ايوه. ما شاء الله صاله الجمباز بتتجدد. تمام. هتخلص امتى؟ انا اقدر اقول ان هي خلصت. هيتمرنوا؟ خلصت يعني اولا احنا مأجرين المكان البديل كويس لحين الانتهاء لان كل حاجه كانت محسوبه كانت حاجه مهمه قوي يا كابتن رؤوف موضوع صاله الجمباز ده بصراحه اكيد اثرتها يعني حاجه مهمه عايز اقول لك ان ايه المزيد من حبنا لاولادنا كويس والرغبه في ضمان سلامتهم هايل ان بعد ما الاجهزه كلها جت وبنركبها وكل حاجه في بعض الحاجات الفنيه بيبقى في حاجه اسمها انكر بتمسك في الارض علشان تمسك الاجهزه الواير والحاجات في الوايرات فممكن لما ابتدينا عملناه لان الارضيه محتاجه تبقى خرسانيه مسلحه علشان الضغط بتاعها ليه حسبه معينه فيمكن ده ما اقولش اخر احنا لضمان سلامه اللاعبين عملنا الفتحات 48 فتحه مسلحه تعظيم سلاح ايوه عملناها عشان صراحة. نضمن اللعيبه بتاعتنا 100% وبعدين لما بيجي بنفتحها احنا بنقول النهارده يعني الماركه اللي هي اشتغلنا عليها هي المعتمده في الاولمبياد وبطولات العالم رقم واحد في العالم رقم واحد في العالم احنا بنجيب احسن واحدث حاجات موجوده تمام فيعني باذن الله هندعو قناه النادي الاهلي عشان تصور تقريبا على امتى تقريبا يعني مش هندي ميعاد فيكسد لكن تقريبا على امتى يعني اعتقد في الاسبوعين الاولانيين من بدايه السنه يعني ان شاء الله في يناير باذن الله ده في خلال 10 ايام خلاص كمان يعني او 13 يوم بالتحديد يعني حيل. هو الوعد اللي هو على يوم 13 باذن الله طيب مش كده وبس احنا كويس. خدنا موافقه مجلس اداره على انشاء صاله للجمباز
في اهلي الشيخ زايد، بالاضافه موافقه مجلس الاداره على تخصيص في مكان في اهلي مدينه، في اهلي مدينه نصر ايضا يكون صاله للجمباز. مش هسالك اصل انا حضرتك كده بتجاوب بسرعه، يعني لسه ما سالتكش عن اسئله قدامي، لسه كنت هقول لك اشمعنى الجمباز موجوده في الجزيره مش موجوده في مدينه نصر والشيخ زايد. فحضرتك اعتقد رديت رد قاطع عن هذا، عن الجمباز. ما شاء الله اعتقد ان الجمباز كده يعني يقول مش خايف حقها، يعني ماشيه في الاطار اللي هنقدر بعد شويه نطلع لعيب او بطل اولمبي. اكيد البطل الاولمبي مش سهل اللي يطلع، لكن احنا هندعم، دعمنا كنادي اهلي بالاسلوب ده مظبوط. وفي حاجه صغيره كمان عشان نقفل الجمباز بقى، خدنا قرار كويس ان بنعمل حاجه اسمها كيس جيم. هايل. الكيس جيم ده عباره عن الجمباز زي الميني باسكت او الباسريل او ميني هاندبول. ده مخصص لسن 3 سنين او 4 سنين، بتبقى صاله جمباز للسن الصغير. هايل. وبالفعل تم تحديد مكان اقامتها داخل الجزيره، وايضا هيبقى فيه في مدينه نصر وايضا في الشيخ زايد. وعلى طول يعني احنا في غضون شهر او حاجه هنبتدي في انشاء هذه الصالات، ودي طفره اخرى. اشكرك على الجمباز، رديت. ما اعتقدش عندنا اسئله ثانيه في الجمباز، لكن هروح للعبه الاخرى، السكواش. موجوده داخل نادي اهلي الجزيره فقط لا غير، فرعين تانيين عندنا بلان ليها ولا لا؟ بالذات عندنا ابطال عالم في هذه اللعبه، واكيد الفروع الثانيه ليها حقوق عندنا ان هي تكون موجوده. نفس القرار اللي حكيت لحضرتك عليه اللي هو بتاع الشيخ زايد. حيل. هو انشاء اول حاجه صاله للجمباز، بالاضافه لصاله لتنس الطاوله، بالاضافه لصاله السكواش. الثلاث صالات دول على طول في المجلس الاخير تم الموافقه على انشاء الثلاث صالات باذن الله. تمام، يعني عندنا السكواش والتنس طاوله والجمباز في الثلاث فروع متواجدين الى ان ننتهي من الانشاءات الجديده، لكن احنا اخذنا القرار وماشيين في الطريق السليم باذن الله. طيب هنرجع لسؤال تاني، 2020 هنعمل ايه لاعبتنا، او احنا بندعم ايه لاعبتنا؟ هو الحقيقه يعني شكلت لجنه بالفعل في مجلس الاداره الاخير. هاي. ويمكن الثلاثه اعضاء اللجنه من اعضاء مجلس الاداره كلهم من اللعيبه السابقين اللي مثلوا مصر في الاولمبياد قبل كده. فبقول ان الثلاثه بنحصر مين اللعيبه الواعدين اللي هو ممكن في احتماليه احراز ميداليه مصر باذن الله في 2020. بتعملوا الكلام ده، بتاخد حقك يعني، بتاخد الناس وتشوف ارقامها وتشوف حاجتها وتدي الاهلي دعم. سؤال مهم عشان ما نشاريش النادي الاهلي كل حاجه بصراحه، الاتحادات المصريه بتدعم مع حضرتك ولا حضرتك مفيش تنسيق بينكم وبين بعض؟ لا الحقيقه يعني موضوع الاتحادات ده يعني طالما انت فتحته احنا بنعتمد على نفسنا كليا وجزئيا، مفيش اي دعم ولا اي حاجه خالص من الاتحادات. بالعكس يعني النهارده بقى في مغالاه من الاتحادات في كل الرسوم ورسوم الانتقال ورسوم التسجيل في اي بطوله من البطولات، بحيث ان بقى عبء كبير جدا على النادي الرسوم اللي بتفرضها الاتحادات المختلفه يعني. تمام. طيب عشان برضو مش عارف العاب فرديه، احنا بنتكلم عن العاب فرديه، الالعاب الجماعيه هتاخد كلام كتير صراحه عندنا شويه لحضرتك. طيب احنا ليه مش بننظم بطولات دوليه زي السكواش او تنس طاوله دوليه او جمباز او العاب فرديه؟ ليه النادي الاهلي وهو اكبر مؤسسه في مصر والوطن العربي وافريقيا ما بيخشش ينظم ده؟ دايما بيروح للالعاب الجماعيه. مش هنتكلم على الالعاب الجماعيه دلوقتي، لكن هنتكلم على الالعاب الفرديه. ليه مش بناخد الاتجاه ده يا كابتن؟ يعني عايز اقول معرفش، كل ما بتسال سؤال بقول لك ان مجلس اداره النادي خد قرار فيه، بس هي دي الحقيقه. كويس كابتن، احنا بنوضح حقائق للناس عشان الناس بيكون في لغط كتير يا كابتن رؤوف، اول مره تطلع معانا. ففي كلام كتير ناس بتتكلموا على صفقات، وهنتكلم مع حضرتك على كل حاجه، لكن خلينا نوضح الحقائق قدام الناس. برضه مجلس اداره النادي الاهلي خد قرار بتنظيم اول بطوله دوليه باسم النادي الاهلي للجمباز، وهتقام في صاله الامير عبد الله الفيصل، ودي الجديد. يعني المفروض الجمباز الاجهزه بتاعته موجوده في صاله الجمباز الخاصه في الصاله الجديده. ايوه بالظبط مظبوط. ولكن البطولات عشان تعمل بطوله دوليه وتجيب دول تشارك فيها لازم الصاله يبقى فيها مدرجات وليها مواصفات معينه. وتم الاتفاق والتنسيق مع الاتحاد المصري للجمباز باختيار ميعاد مناسب لاقامه هذه الدوره، وعلى ان تكون سنويه كل سنه،
وتركيب الاجهزه اصبحت النهارده بحاجات بسيطه، يعني بيبقى في خوف بالنسبه لاجهزة الجمباز لما بتثبت على الارض ودي صارت عبد الله فيصل خاصه بالالعاب الجماعيه. تمام. بتبقى النهارده خلاص يعني بقت في حاجات حديثه، بيبقى في اخرام في الارض مش اكتر من يعني واحد بوصه او حاجه زي كده، وبيركب فيها الاجهزه وبعد كده بتتفك وبينزل بعد كده بصمه عليها بتقفلها. فدي من ناحيه. برضو في دراسه احنا عندنا مجمع السكواش يعتبر من المجمعات العالميه التي تحتوي على 8 ملاعب، يعني صح. مفخره صراحه. فبالتالي صح. كل ده تحت نظر مجلس الاداره باذن الله، وفي القريب العاجل باذن الله يتم طرح يعني هذه الفكره. السكواش بالذات عندنا ابطال عالم، يعني زمان كان بيبقى في بطوله على سفح الهرم اكيد كلنا عاصرناها بتاعه كابتن ابراهيم حجازي، بطوله الاهرام الدوليه. اكيد عايزين محتاجين بطوله النادي الاهلي بالذات ان احنا لعبتنا تقدر تحسن الرانكينج بتاعها جوه بطوله زي النادي الاهلي، يعني في الحسبان اكيد. خلاص اكيد يعني ده وعد. اكيد وعد. وعد كابتن رؤوف عبد القادر، الالعاب الفرديه بالنسبه لحضرتك ادت اللي عليها في 2018 ولا شايف من وجهه نظرك ان في قصور ونقدر نعدل ونحسن احسن في 2019؟ يعني زي ما قلت لحضرتك ان النتائج اللي اتحققت، يعني مثلا لما نمسك العاب القوه، لما الناس بتاخد جميع البطولات في منطقه القاهره جميع المراحل السنيه بما فيهم العمومي، وتاخد بطوله الكاس وتاخد بطوله المنطقه، يعني لو فرضنا في مثلا 14 بطوله كسبانين ذهب كلها من اولها لاخرها ما شاء الله. لما نيجي نبص زي ما حضرتك بتقول بالنسبه للاعداد للعيبه اللي ممكن تمثل مصر في المحافل الدوليه، هنشوف مثلا مصطفى هشام الجمل. كان في عمرو سعود وكان في اكتر من لاعب، فيعني في هناك واعدين ونتائج في بطوله افريقيا مستمره. اذا العاب القوه ادي شرحناها. بالنسبه لتنس الطاوله برضو حضرتك بتستعرض النتائج بتاعتها، جميع المراحل في القاهره وفي الجمهوريه ما عدا تحت 12 سنه في الجمهوريه مرحله واحده. ما شاء الله كابتن. طيب. اللهم الحسن نمسك الخشب عليك سامع ايه تاني. بس يعني هي كلها هنبص في الحاجات بقى الجديده كابتن خالد. يعني لسه من 4 ايام كويس لاول مره من 20 سنه الفريق الاول للرجال وسيدات التنس بيكسبوا بطوله مصر. حصل. يعني من 20 سنه لم تحدث اضافه جديده للنشاط الرياضي في النادي الاهلي. بالظبط. فادي التنس. هنبص بالنسبه الغطس. الغطس على مدار السنين الطويله عمر النادي الاهلي ما كان بيحرز الدرع العام وبطوله الدرجه الاولى. تمام. تم احرازها برضه في الموسم 17 18 ما شاء الله، يحسب هذا للجهاز الفني للعب. تمام. بلاش خلي بالك الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي ممكن بتبقى بعض ملاحظه من جماهير المحبه للنادي الاهلي، يقولوا مثلا ان مدير النشاط الرياضي بيتكلم على البالين المائي وبيتكلم على الووتر بولو معاك واخد بالك وسايب الالعاب الجماعيه لسه لسه كابتن ما بيتكلمش عليها. في نص ساعه تانية العاب جماعيه كابتن، في نص ساعه العاب جماعيه. لكن انا عايز اقول لك ايه اتفضل. ان دي مسؤوليه طبعا. علينا بطاقه. النهارده لما بنجيب مدرب اجنبي او مدربه للبليل المائي، النهارده بطوله اللي هي الرسميه بتاعت نرمين فاضل بالنسبه للبليل المائي اول مره الاعمار بتاعت 10 سنين و8 سنين النادي الاهلي بيفوز بيها. كان في بعض الانديه يعني هذه البطولات متخصصه فيها احنا ما بنكسبهاش. يعني مثلا على سبيل المثال الغطس عندنا كابتن مي عبد السلام. بالزبط. يعني اولمبي سافرت البنت اولمبيات وعندها واعده. خلينا نقول ان الملف ده كابتن رؤوف بصراحه شديده 14 لعبه في النادي الاهلي حضرتك لازم تكون مسؤول عليها، ما ينفعش تفرق بين اللعبه والثانيه. فاحنا بس خلينا الامور واضحه، الالعاب الفرديه اعتقد من وجهه نظري ان حياه اللي عليها ومحتاجين هي تقفل بطولات السنه زي بالظبط التنس طاوله ما عدا بطوله، فاحنا بندور على البطوله. اكيد هبدوش حاجه على اللي حصل، لكن اكيد لازم نقول ان في بطوله ضاعت مننا عايزين نجيب البطوله دي. لكن بصفه عامه اعتقد الالعاب الفرديه حققت المطلوب منها، ده راي حضرتك؟ اعتقد كده. تعتقد كده. طيب لو هنريح بقى العاب جماعيه هنروح هنسيب العاب فرديه ونخش لحاجات كتيره. طب. بس في تهنئه من فريق اليد للسنه الجديده. هنروح لتهنئه فريق اليد اللاعبي وجهاز الفني لفريق اليد
وترجعوا لنا مره تانية عشان نخش في الملفات الشائكه مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. الحمد لله ريلاتيف للهاندبول يعني الحمد لله احنا 2018 خلصناها يعني كانت نهايه سعيده جدا لينا كلنا، خدنا كل البطولات بتاعتنا الحمد لله. وده برضو ان شاء الله هدفنا في 2019 ان شاء الله برضو ان احنا نحافظ، يعني مش من السهل وصول للقمه بس مش من السهل انك تحافظ عليها ان شاء الله. طبعا دي حاجه احنا بنوعد النادي الاهلي بيها وجمهوره ان احنا ان شاء الله باذن الله معنا كل البطولات ان شاء الله. يعني احب اقول لجمهور الاهلي كل سنه طيبين بمناسبه السنه الجديده وان شاء الله يعني تبقى سنه كويسه علينا كلنا. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم وان شاء الله النادي الاهلي يعمل انجازات وتكون سبب فرحه ليهم ان شاء الله، احنا كمان ناخد بطولاتنا وبرضه نبقى سبب فرحه لجمهور الاهلي. البطولات اللي جايه ان شاء الله كلها نكسبها وتبقى سيزون سعيد علينا في النادي كله. ان شاء الله ناخد كل البطولات اللي جايه ولو في افريقيا كمان نعمل حاجه كويسه فيها ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله 2019 تبقى سنه جديدة عليكم يعني وكلها بطولات. ان احنا كسبنا البطولات كلها في النادي وان شاء الله بقى في 2019 نكسب البطولات كلها ان شاء الله، يعني ربنا يكرمنا ونكون ابطال زي ما احنا يعني وعدنا النادي ونكون عند حسن ظن النادي باذن الله. لا كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا وعلى جمهور النادي الاهلي ان شاء الله ونحقق فيها كتير من البطولات ونقدر نسعد جمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره ونعمل حاجه كويسه ونحقق الرباعيه السنه دي ان شاء الله. الحمد لله احنا ربنا كرمنا السنه اللي فاتت ببطوله الدوري وبطوله افريقيا ابطال الكؤوس وان شاء الله في 2019 عندنا بطوله الدوري وبطوله السوبر في الدوري او بطوله النخبه وعندنا بطوله السوبر الافريقي بطوله افريقيا الابطال الكؤوس ان شاء الله ربنا يكرمنا في كل البطولات دي. بطوله كاس مصر عندنا 5 بطولات ان شاء الله هتبتدي من 7 فبراير نخلص ان شاء الله الموسم في 25/5 بامر الله بامر الله نحاول نحصد كل البطولات عشان نسعد كل جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله. الحمد لله السنه اللي فاتت زي ما كان فيها اخفاقات لكن كان فيها برضو انجازات كويسه الحمد لله. احنا بطل الدوري السنه اللي كانت الرابعه التوالي وحققنا بطوله ابطال الكاس وكان وبطوله السوبر الافريقي بطوله افريقيا فالحمد لله كانت سنه كويسه الحمد لله علينا. نتمنى ان شاء الله تبقى السنه الجايه 2019 افضل بكتير ان شاء الله. الحمد لله السنه دي خدنا بطوله افريقيا في 2018 يعني كسبنا الدوري في بطولات ربنا ما وفقناش فيها بس السنه الجايه ان شاء الله تكون احسن بكتير ان شاء الله. الحمد لله السنه اللي فاتت كانت سنه كويسه خسرنا فيها وكسبنا انما النتيجه النهائيه ان احنا محصل البطولات اللي احنا خدناها كان اكتر من اللي احنا خسرناه. ان شاء الله نتعلم من الحاجات اللي كانت فيها والسنه الجايه ان شاء الله عندنا ماتشات وبطولات مهمه كتير نحضر لها كويس ونستفيد من اخطاء السنه اللي فاتت باذن الله. حابب طبعا اقول للجمهور كله هم طيبين وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليهم ويقدروا يحققوا اللي هم حققوه السنه اللي فاتت وان شاء الله على مستوى فريق كره اليد ان شاء الله نعرف نكسب كل حاجه وسواء خسرنا او زعلناهم لا ان شاء الله الفتره الجايه نقعد نكسب وان شاء الله نعمل كل نفسهم فيه. حابب اقول كل سنه طيبين طبعا احنا كان في كذا حاجه حصلت كده مش كويسه ما بسطتش الجمهور فاحنا ان شاء الله باذن الله بنوعدهم ان الفتره اللي جايه دي باذن الله هتبقى فتره النادي الاهلي باذن الله اللي وحش كله خلاص خلص ان شاء الله اللي جاي ده كله كويس وان شاء الله بالنسبه للسنه الجديده هنديلهم باذن الله باذن الله البطولات اللي جايه كلها ان شاء الله. 2018 بطوله افريقيا اللي كانت في النادي الاهلي هنا طبعا دي كانت من اهم البطولات بطوله الدوري طبعا العام واتمنى في 2019 برضو حق سوبر وافريقيا والدوري ان شاء الله باذن الله. احنا كسبنا بطولتين وان احنا نستمر ان احنا نكسب وان شاء الله يعني 2019 يبقى كل البطولات ونكسب السوبر ونلعب كاس عالم انديه ان شاء الله بعد كده. كل سنه وانتم طيبين وسنه هتبقى سعيده علينا ان شاء الله وعليكم وباذن الله نوعد ان احنا نتحسن ونحقق بطولات اكتر السنه دي باذن الله وان شاء الله ننافس على كل البطولات بقوه. شفنا تقرير عن كرة اليد وهم بيباركوا بالسنة الجديدة كل اللعيبة حاسة ان فيها شوية قصور او حاسة ان في خسارة حصلت وبيوعدوا كل جماهير النادي الاهلي بالسنة الجديدة ان شاء الله يا رب تكون سنة خير عليهم. كابتن رؤوف هنخش على الملفات الشائكة
وهي الثلاث العاب الجماعيه. والالعاب الجماعيه بالنسبه للنشاط الرياضي اعتقد هي المرايه الاساسيه للرياضه في النادي الاهلي بعد كره القدم. يعني بس قبل ما اخش في الملف يعني في حاجه عايز اضيفها. اتفضل. بالنسبه للالعاب الفرديه النهارده انشاء صاله كامله جديده للكاراتيه في اهل الجزيره. حلو. هتفتتح خلال شهر يناير، تم الانتهاء منها ما شاء الله، وتم استيراد البساط بتاع الارضيه. استيراد كل حاجه رقم واحد ما شاء الله عليك. وهي شغاله البنى فيها على طول، تمت الاجراءات بتاعه الشراء بالنسبه للبساط. ايضا تم تكييف الصاله بتاعه الكاراتيه اللي موجوده اصلا في مدينه نصر. بصراحه كانت حر قوي يعني انا بقول لك بصراحه. يعني اللي انا عايز اقوله ايه، مثلا لو دخلت في العاب الماء جميع الحبال اللي موجوده في حمام السباحه سواء مدينه نصر او في الجزيره تم تغييرها بالكامل، بقى لها سنين طويله ما اتغيرتش. الاجوال بتاعه الووتر بولو كلها تم تغييرها. البوردات بتاعه الغطس بقى لها سنين طويله ما اتغيرتش، تم تغييرها، وكلها خلي بالك استيراد من المصدر من الماركات العالميه المعتمده في الاولمبياد. اخر حاجه البورد او بتاع السكور اللي هو بتاع الالعاب الماء بتاع الووتر بولو، السكور بورد. سكور بورد برضو يمكن احسن شاشه موجوده مثلا في الشرق الاوسط. اذا اللي احنا عايزين نقوله يعني دعم كامل من مجلس الاداره للالعاب الفرديه، ونبتدي بقى نخش على الالعاب لازم نقول كلمه حق. الالعاب الفرديه اللي كابتن روفي بيتكلم عليها مع احترامنا لكل الجماهير، هي حاجه مهمه جدا بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ولازم اللي هو بيحصل ده بيحصل حاجه كويسه جدا. عشان نبدا نوصل للبطوله لازم يكون كله عندنا كل كابتن روفي عبد القادر قاله في الالعاب الفرديه. كابتن روفي عبد القادر ثلاث ملفات، سله، طايره، يد، حضرتك اختار واحنا نبدا. تبدا باي واحد؟ باليد. باليد، تمام، دخلنا في اكبر مشكله في الحياه. فريق الهاندبول حقق نجاحات، والجماهير كلها شايفه ان هو يقدر يحقق اكتر، بس حققوا نجاحات وحققوا اخفاقات. خسرنا سوبر على ارضنا السنه اللي فاتت شهر 5، وكسرنا بطوله افريقيا، ورجعوا خسرنا تاني بطوله افريقيا. في شد وجذب كتير في الهاندبول بصفه عامه كده. كابتن اوف عبد القادر راضي على كره اليد في النادي الاهلي ولا لا؟ هو يعني انا اخترت اول حاجه كره اليد لا يفتى ملك في المدينه. احنا كابتن خالد العوضي. انا هنا بسال. انا هنا بسال بس يا كابتن، حضرتك اللي بتجاوب. انا وانا بتكلم ممكن حضرتك انك انت تصحح لي اي حاجه بقولها لو حضرتك يعني شايفها. اولا الفريق لاعبين وجهاز كويس، اي فريق في الدنيا. النهارده مجموعه اللاعبين اللي موجوده داخل النادي الاهلي، المنتخب اللي احنا واحنا قاعدين بنتكلم النهارده اللي موجود وسافر، اللي هيشارك خلاص بعد اسبوع من النهارده 10 ايام كاس العالم، في كاس العالم. لما هنيجي نبص التشكيل الاساسي بتاعه من 17 لاعب، هتستبعد الثلاثه المحترفين كريم كاتونجا وسند وحاشم، وفي علي زيد برضه النادي الاهلي، وعلي زيد لما هناخدهم هيبقى ادي اربعه. اذا من ال 17 ل 13، لما يبقى من 13 سبعه من النادي الاهلي. وهتيجي تبص تلاقيهم متوزعين على المراكز، ابتداء من حراسه المرمى من عصام الطيار كويس، للمصري في الدفاع، لاثنين الهافات سواء اسلام او احمد خيري الاخر صفقه باذن الله في شهر يناير بنأيدها باسم النادي الاهلي، الى جانب فيصل وحجاج في الباك ليت. وهتبص في الاخر حاجه بالنسبه للوينج بالنسبه لبكار كويس. اذا مجموعه اللعيبه الحمد لله اللي موجوده عندك لعيبه دوليه، بالاضافه مش كده وبس، مجموعه اللعيبه اللي موجوده داخل النادي مثلا واحد زي محمد ابراهيم يعني كبير بصراحه، يعني لعيب كبير ووجوده في مركزه يعني تقل كبير. دي حقيقة. انا مش عايز انسى هادي رفعت مثلا كحارس مرمى، حارس دولي سابق او كله محمود فايز نعيم كوينج رايت. اذا انت عندك اسماء لامعه موجوده. فاذا ده بالاضافه ليوسف اللعيب التونسي اللي تم التعاقد معاه في بدايه هذا الموسم. يعني اللي انا عايز اقول مجموعه اللعيبه قدره باذن الله
بمزيد من التركيز، واذا كان في بعض الثغرات او اي حاجه ان احنا نشوفها كنادي، اعتقد ان هي قادره باذن الله ان حيانا ربنا ان هي بتعمل النتائج اللي بترضي عشاق النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني على طول معروف ان المركز الاول هو الذي يرضيه، ولكن انا عايز ارجع لك بالنسبه مثلا للسوبر اللي كان في مصر. مظبوط، احنا كنا كسبانين فرق جونين لغايه اخر دقيقتين، وفجاه بسبب كوره باد لك حاول نحطها لوب لاعب من اللعيبه جت في دماغ الحارس، بتحصل ارتدت التعادل في ثانيه واحده. برضه اعتقد ان الماتش الثاني اللي حضرتك برضه اشرت اليه اللي هي البطوله الافريقيه الاخيره، تعادل برضه قبل الاخر بعد ما كان الزمالك متقدم تم التعادل، وكوره منفرده فاست بريك وطالع بيها لا يعني من احسن اللعيبه بتوعنا، والكوره مثلا سقطت من ايده عشان ترتد. اذا التوفيق وعدم التوفيق بيلعب دور كبير جدا اكيد في الرياضه عموما، ولكن زي ما بقول لحضرتك مجموعه اللعيبه اكيد اللي موجوده لعيبه متميزه وقادره على احراز البطولات والاحتفاظ بيها، الى جانب ان احنا من النهارده في وجود المدرب الجديد ابتدينا نحضر نفسنا لكاس سوبر اللي هو هيبقى في شهر 4 في المغرب اللي جاي. مظبوط، بالاضافه للبطوله الكؤوس اللي هتبقى موجوده هناك. تمام، وابتدينا نركز ايه هي احتياجاتنا اللي احنا موجودين فيها. وانا الاجتماع اللي انا حضرته مع المدرب استقبلته اول مره امبارح بعد وصوله، طبعا الحمد لله عنده فكره كبيره عن النادي الاهلي، لكن يعني الحوار كله كان ما يخرجش عن ان النادي الاهلي لا يقبل الا بالبطولات، وخاصه ان كاس السوبر هو يعني الهدف الرئيسي الاول لينا. وقلت له يعني لازم بعد ما بتشوف الفرقه كويس كل حاجه لازم في اسرع وقت تقول لي احتياجاتك، لان القوانين بتاعه الاتحاد الافريقي بتقول ان لو انا هلعب في شهر 4 بلعيب انا هستعين بيه محترف ولا حاجه، مزبوط. لازم قبلها بشهرين في قائمه مبدئيه تنزل فيها الاسماء، فبالتالي لازم نحدد احتياجاتنا اللي حضرتك عايزها انت والجهاز المعاون، طبعا معاه كابتن محمد عادل يعني من المدربين المبشرين ومن احسن مدربي مصر، معاه جهاز فني قوي، هيتموا التشاور مع بعض، هنشوف ايه اللعيبه اللي هم عايزينها. وخلي بالك يا كابتن عوضي دي سياستي مع جميع الالعاب، انا بقعد مع المدير الفني تمام وبساله بقول له انت حتى على اللعيبه اللي في مصر ده دي لعيبتك في بدايه الموسم، انت في مراكز ايه اللي ناقصاك وعايز ايه، وبلبي احتياجات كل مدير فني. تمام، دخلنا في مواضيع لائحه الاتحاد الافريقي. كابتن حماصه ما لعبش في بطوله افريقيا واسئله كتيره بتدور حوالين الحوار ده. كابتن حماصه كويس، كابتن حماصه دلوقتي يعني اللي انا حاضر اقوله في النهايه ان احنا لم نتخذ القرارات داخل النادي الاهلي ان هو يسافر مع الفريق الا بعد ثلاث حاجات. اتفضل. اول حاجه الاتحاد المصري لكره اليد اصدر له بطاقه انه اصبح لاعب في النادي الاهلي وفقا للاستغناء الصادر من نادي سموحه. كويس. نمره اثنين، تم اصدار القرار الوزاري للسفر بموافقة الاتحاد المصري لكرة اليد، واسمه حماصة موجود في هذا كويس القرار. القرار كويس. نمرة ثلاثة، القائمة النهائية اللي النادي هيلعب بيها في البطولة تم إضافة اسم حماصة وتم اعتمادها من الاتحاد المصري لكرة اليد. بعد وصولنا هناك تم حصول الفريق على بطاقة الخاصة بالاتحاد الافريقي ايضا. يعني كل الاتجاهات كانت بتقول ان الراجل هيلعب معاك. كويس. هنرجع للاصل. يعني هي البيضة ولا الفرخة؟ كويس. زي ما اتفقنا وكنا بنتكلم دلوقتي بنقول
ان القائمه المبدئيه لازم تقدم قبل البطوله بشهرين. مظبوط. البطوله القائمه المفروض من 25 اسم. لما الجهاز الفني تقدم ب 22 اسم كويس وساب ثلاث اماكن فاضيه. ساب قائمه مفتوحه. ساب قائمه مفتوحه. تمام. بحيث ان هو بعد كده ممكن ان هو يضيف. استند لايه؟ استند في فقره بتقول ان على الفريق تقديم القائمه المبدئيه قبل يوم 18. تمام. واذا لم يتم الفريق بتقديم هذه القائمه يتم سداد مبلغ 500 يورو. 500 يورو. مظبوط. غرام. مظبوط. اذن انا ممكن ان انا كانت القائمه دي كلها ما قدمهاش وان انا اجي قبل البطوله باسبوع بعد ما اعمل كل حاجه. كويس. هقدم القائمه وادفع ال 500 يورو. تمام. فتفسير الجهاز الفني والاداري للنادي قال ان انا سايب، يبقى ده انا ممكن ان انا بضيف بدل القائمه لسه فيها اسماء. أيوة. يقدر يضيف. كويس. وادفع. كويس. ومن هنا جاء اللبس، ولما راح طبعا الموضوع اتعرض على الاتحاد الافريقي وحصل. يعني مش عايزين ايه نخوض ان في جوابات طلعت من مصر وبتقول ان هذا القيد اللي حصل قبل كده ما كانش مظبوط، فبالتالي استند الاتحاد الافريقي لهذا الخطاب ومنح حماصه من المشاركه في البطوله. عشان كده كابتن رفعت عبد العزيز بيقول ان اللي جاي شهرين حضرتك اللي معاك الموضوع. أيوة. بتاع اي قوائم اي حاجه تحصل بعد كده. اكيد. الناس في مصر بتقول، او جماهير النادي الاهلي بالاخص، تدعيمات كابتن رؤوف عبد القادر للنشاط لفريق اليد مش على ما يرام بسبب غياب صفقه يحيى الدرع او بسبب غياب صفقات والتعاقد مع الكابتن يوسف من تونس. تقول ايه عن المواضيع دي؟ صراحه انا عايزك بقى تفتح قلبك كده، ان انا لا والله ما بتتكلمش كتير كابتن رؤوف. انا بتكلم صح، عايزك ما بتتكلمش كتير بس في كلام كتير بيتقال لحضرتك، وانا عارف حضرتك يعني من ناس تعليم النادي الاهلي انت ما بتتكلمش في الاماكن غير في الاماكن المقفوله، ودي حاجه بتحرم فيك حضرتك جدا. اتفضل يا كابتن. هقول لك حاجه، يعني انا لما بديت دلوقتي حالا دلوقتي بقول لك ايه؟ بقول لك ان السياسه بتاعتنا ان انا بقعد مع المدير الفني. انت حضرتك قلت ان انا عندي 14 لعبه. مظبوط. انا لا يمكن هكون بفهم في ال 14 لعبه. تمام. ولكن هنرجع تاني للمبدا العام انه كل قائد في موقعه. النهارده في قمه فنيه موجوده. تمام. للجهاز، انا بقعد معاه في بدايه الموسم بقول له اول حاجه انت احتياجاتك ايه؟ هل الناس اللي موجوده معاك محتاج تدعيم عليها، وايه المراكز اللي انت محتاج فيها وموجوده فين، ونتكلم في موضوع تاني هو مين اللعيب اللي فري. يعني هو مش مهم، يعني افترض ان انا عندي مركز ولكن مفيش لعيب عقده منتهي مع ناديه. تمام. هتبص تخش ان احنا ممكن نخش في صفقات بيع وشراء مع الانديه الاخرى. فاحنا يعني ما بنتاخرش، يعني لو فرضنا ان في تدعيمات في كره السله. انا عملت ست حلهم تدعيمات. خلينا يا فندم لا خلينا وفي الطايره برضو اللي هو طلب ليه؟ لان الناس مديرين فنيين طلبوا هذه التدعيمات. كويس. فبالتالي كل برضو اللي طلبوا الجهاز الفني احنا كاداره نشاط رياضي لبينا الطلبات. هنتكلم على حاجه واحده. بنتكلم على يحيى الدرع. كويس. لما نكون احنا بنتكلم سله وطايره ويد رجال وسيدات. كويس. ست فرق. لما نيجي نتكلم في الست فرق دول ان كل اللعيبه بتاعتنا بتاعه النادي الاهلي تم التجديد ليها، واخرها 7 لاعبين من فريق كره اليد في خلال الاسبوع اللي فات. يعني كابتن رؤوف عبد القادر بيقول ان كل لعيبه النادي الاهلي في كل الالعاب الجماعيه الموجوده على ارض الملعب تجديد ومتجدده لفترات. عشان بس ايه انت عارف ده اكيد للالعاب الجماعيه رجال
وسيده انتهى الموضوع. انتهى الموضوع وكلهم ما عندناش ولا لعيب حتى يعني اللعيبه اللي هتنتهي عقودها بنهايه هذا الموسم تم التجديد ليها، ما استنيناش لغايه ما شاء الله كده الموسم ما يخلص. هي دي حاجه كويسه. فليجي لما نيجي نتكلم يعني حتى اللعيبه اللي احنا عايزينها من الانديه الاخرى تم الحصول سواء على الاستغناءات او ضمها. اكيد يعني يحيى الدرع كنا نتمنى ان هو يبقى موجود معانا، وحصلت مفاوضات معاه وكل حاجه، ولكن يعني احنا بنحترم رغبته ان في اخر لحظه قرر اتجاه اخر. بس هل يعني ان لاعب واحد يمحي الحوالي 21 لعيب اللي تم سواء التجديد ليهم او اللي هم اتأيدوا سواء في الكره الطايره او في السله؟ اكيد لا يمحو، بس هاخد من الحته دي بالذات اللي انا عارفه في الموضوع ده وبكلم حاجه بصراحه، ان الصفقه كانت صفقه غاليه سعرها عالي. اسعار اللعيبه رايحه لفين؟ الالعاب الجماعيه. والله اسعار اللعيبه رايحه للسوق. للسوق. يعني انت اي حاجه طالما دخلت في الاحتراف اللي بيحدده هو السوق. في الانديه المنافسه اللي موجوده، في اول حاجه بتشوف اللعيبه بتاعتك كلها ايه العقود الحاليه وممتده لقد ايه، بتشوف قيمتها قد ايه، بتشوف اللعيبه المماثله للاعيبتك اللي موجوده في الانديه المنافسه. ولكن انت قدرك كنادي اهلي انك انت بتنافس في جميع الالعاب. هي دي حقيقه. ان انت عندك ابطال من كل الالعاب وعايز تديهم كلهم فلوس او تديهم كلهم حقهم بمعنى صح. ولكن الموضوع في الالعاب الجماعيه ممكن نتكلم مثلا في الباسكت. الباسكت بينافس فيه مثلا الاتحاد السكندري بصفه اساسيه والجزيره وممكن سبورتنج وسموحه. بنتكلم النهارده هم بالنسبه لهم يعني الاتحاد السكندري بيركز في السله يمكن اكتر من كره القدم كمان. دي حقيقه. وبيركز في كره القدم واللعبه الشعبيه الاولى عنده في اسكندريه اللي هي كره السله. تمام. اذا انت بتتنافس مع هذه الانديه بتتكلم في سعر لاعبين. فبالتالي انت علشان تعد فريق قادر على المنافسه لازم هتوصل لسعر السوق. هتبص في مثلا الكره الطايره او كره اليد، هنتكلم في الطايره بتلاقي برضو في فريق الزمالك، في فريق سموحه، في طلائع الجيش، في كذا نادي. لما تيجي تبص مثلا ممكن طلائع الجيش بينافسك في الكره الطايره، يعني دي اللعبه الاساسيه بتاعته بالنسبه له. فبالنسبه له ممكن يدي دعم جامد. هتبص مثلا سموحه بيركز على بعض الالعاب، هتيجي مثلا في اليد يعني نفس الطريقه. فالمشكله ان احنا يعني عندنا بتتنافس مع انديه في كل نادي مع لعبه واحده. بالظبط. انت معاك 14 لعبه. انا معايا 14 لعبه. الاسعار رايحه لفين؟ يعني انا السؤال كده واضح. ايوه. كسرنا 3.4 مليون خلاص؟ ولا في اللعيب ولا لسه بنتكلم في الارقام تحت؟ لا يعني هو في بعض اللاعبين طبعا دول اللي هم بيبقى مميزين او بنسميها سوبر مميز، دول في حد ذاتهم يعني لو واحد لاعب او اثنين لعيبه لان ده سعره، لكن بقيه اللعيبه ما زالت يعني تحت كده، تحت السقف ده بكتير يعني. تحت السقف ده بكتير. اه. طيب لو سالتك السؤال وحضرتك عايز ترد رد، مش عايز، مين اغلى صفقه في النادي الاهلي؟ مين ايه؟ اغلى صفقه في النادي الاهلي في اللعيبه كلها. لو عايز ترد انا موافق. يعني احنا بنحتفظ بالحاجات دي معلش. تمام توكلنا على الله. خلينا نتكلم على الهاندبول وهنكمل. بص خلي بالك احنا قدامنا 10 دقائق اتكلمنا عليها بحر. قاعدين 10 ساعات معاك. مين اختار المدير الفني الجديد؟ هو الحقيقه السياسه العامه داخل النادي الاهلي ان بتبقى اداره النشاط الرياضي هي المنوطه والمسؤوله عن جميع التعاقدات. تمام. ولكن طبعا يعني ما نقدرش ننكر ان في عناصر داخل مجلس الاداره او داخل النادي ان هي مساعده لها باع طويل في كره اليد، بيتم طبعا الاستعانه بها. يعني ممكن احنا بنحضر الاوراق والسيفيهات والحاجات، ولكن الاختيار
بيتم طبعا بالمشورة مع الناس اللي زي ما بقول لحضرتك ليها باع يعني في كرة اليد. طيب وجود كابتن عمر شوقي مدير نشاط رياضي مدينة نصر هيخليه رئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي، هيتعامل مع الموقف اثنين منصب ولا منصب واحد؟ منصب واحد، وهو الرئيس، رئيس جهاز كرة اليد، وهنعوض حضرتك هتعوض مكانه واحد في مدينة نصر بإذن الله. مظبوط. اه كابتن رؤوف عبد القادر بيوعد جمهور النادي الأهلي في بطولة السوبر اللي جاية فول سبورت لكرة اليد، عشان هم الجماهير كلها نفسها املها ان الاهلي يكسب بطوله السوبر اللي جاي. في تدعيمات جايه تاني ولا لسه حسب رؤيه المدير الفني؟ يعني يمكن انا لما جيت قبل كده في 2009 قلت ان انا مش هحس ان انا عملت حاجه في النشاط الرياضي الا لما نكسب بطوله الدوري بتاع كره السله اللي كانت غايبه لمده نص سنه عن النادي الاهلي. دي حقيقه. والحمد لله ربنا كرمنا كان المدرب كابتن اشرف توفيق وقدرنا نحرز البطوله. هي. انا اعتقادي يعني او الهدف الرئيسي بتاعي كويس. لان ان احنا كنا قاب قوسين او ادنى من الفوز بكاس السوبر واللي الجماهير لازم تعرفه يعني انا حزني بيبقى شديد عشان هم بيبقى زعلانين ان الخساره دي يعني بتخلي جماهير النادي الاهلي اللي احنا بنعمل كل اللي احنا بنعمله ده عشان اسعادها ان احنا بنتسبب في نوع من الحزن ليها. فيمكن البطولات كلها غاليه عليا وخاصه ان احنا في صدد التنظيم لتاني مره على التوالي بطوله الطايره. قالوا عشان حاجه بتاع طايره. لا كابتن انا عندي اسئله سريعه لاني معلش انا اسف والله. معاك اتفضل. الهاندبول بنات ماشي في اطار كتير قوي كسبانين، خسروا ماتش من نادي المعادي، الجماهير اتضايقت منه او كانت مفاجاه بالنسبه لي انا شخصيا ان هو يخسر من المعادي. حضرتك ما حصلش يعني ما اتضايقتش يعني ما يعني مش ما اتضايقتش يعني ما حسيتش ان الخساره دي ممكن تودينا في حته ثانيه ولا الهاندبول بنات ماشي في اطار كويس؟ لما هتيجي نبص نفس الخساره دي بعديها بست ايام لعبنا نفس الفريق على صالة النادي الاهلي بس في بطوله منطقه القاهره دي اوف وانتهت المباراه اعتقد بفارق معاش كبير فوق 20 جول 22 جول حاجه كده اهو. اذا اليوم ده كان دي اوف زي ما انت قلت، ولكن احنا فين النهارده؟ تمام. احنا متصدرين يعني مزبوط. انا كنت معاهم في صاله نادي الشمس اول امبارح كويس. المفروض ان نادي الشمس هو المنافس ان كنا في نفس المركز بنفس النقاط بعد فوزنا عليه الحمد لله احنا متصدرين الدور الاول وهنبتدي الدور الثاني والتصدر لمنطقه القاهره في ظل اعتزال حفنا من اللاعبين اللعبات والنهارده كل اللي في الملعب مواليد 1998 باستثناء لاعيبه او اثنين يعني انا احنا جددنا الفريق وعملنا فريق للمستقبل ومحافظ برضه على بطولاتك يعني. كابتن رؤوف عبد القادر سبورت لعقود اللاعبات واول سنه في تاريخ النادي الاهلي لعيبه كره اليد بنات تاخد عقود معقود مظبوط؟ حقيقي. اتفضل. حقيقي ده الاضافه برضو لكره السله ده هيجي ناتج للائحه او القواعد العامه المنظمه العامه للنشاط الرياضي ان احنا هي الاتحادات احنا سبقنا خطوه يعني مجرد احنا ما عملنا العقود بتاعت كره السله سيدات على طول الاتحاد المصري لكره السله لانها باعت جواب بيقول ان ابتداء من الموسم اللي جاي هيبقى في عقود احترافيه بالنسبه للاعبات. تمام. برضو بالنسبه لكره اليد تملي لما يبقى انت عندك في بيتك ولادك مزبوط. ما ينفعش انك انت تفرق ما بين ولادك. النهارده في بنات كره الطايره ليها عقود وكره السله ليها عقود فتم فعلا عمل العقود لاول مره لكل لاعبات كره اليد. كده كره اليد اتقفل الباب. هنروح لعبه حضرتك سريعا. تمام. لان الوقت ايه يا حبيبي؟ خلي بالك. تمام. بعدين انا هنمد الوقت ان شاء الله. باذن الله. كره الطايره هنتكلم على السيدات وانجازات اربع بطولات مقفوله للسنه. مظبوط؟ بالظبط. يعني الفول مارك. بالظبط. حصل السنه دي في الاول جددنا الايه الشامي وفريده العسقلاني. تمام مظبوط. تمام. بس عندنا اتنين لعيبه ساره امين ودعاء محمد عايزين نعرف ايه اللي حصل معاهم. ساره امين ودعاء محمد
يمكن سارة أمين برضو حضرتك كنت يعني وإحنا بنتكلم أنا كنت في زارة وبننهي الإجراءات بتاعتها ما شاء الله في غضون أيام. سارة أمين في النادي الأهلي في غضون أيام بإذن الله يعني. بإذن الله تمام. أما بالنسبة لدعاء فرؤية الجهاز الفني إنه يعني في نوع من الإصابة تأكد إن هي في نوع من الإصابة والإصابة قد تطول فالجهاز الفني فضل تأجيل التعاقد معها لحين التأكد من السلام. طبعا ألف ب لما تيجي تتعاقد مع لعيب بتقول يعني بعد الكشف الطبي عليه مظبوط. فالنهارده بيدفع يكفي ان انا اقول لحضرتك رسم الانتقال في الاتحاد الكره الطايره بالنسبه للعيبه الدوليه 300,000 جنيه. الهاندبول كام؟ لا انا ريت انا ما قلتلك بقى عشان يبقى كره شويه. طيب شايف ان كره الطايره سيدات ادت اللي عليها وماشيه في الطريق مظبوط؟ اكيد اكيد. عشان دي لعبه حضرتك ولا عشان حضرتك مدير نشاط لا اكيد. هو انا هقول لحضرتك حاجه اتفضل. لو في حد من الباحثين يعني خد الخيط بتاع الكره الطايره سيدات في النادي الاهلي اعتقد وراسل الموسوعه بتاعه جينيس اعتقد ان هيبقى لينا نصيب لان 33 سنه على التوالي بطوله دوري وكاس و18 بطوله افريقيه اللهم و8 بطوله عربيه تمام. اعتقد ان هذا الفريق يعني يحقق حتى فرق الناشئين بتاعته الحمد لله يمكن بس بطوله راحت مننا اللي تعطى 14 سنه لكن بقيه الفرق الحمد لله كسبت بطوله المنطقه لغايه دلوقتي. ولكن اللي انا بقوله احنا بننظم البطوله باذن الله اللي جايه دي على ارضنا. نتمنى من الفريق المحافظه على بطوله افريقيا لاحرزها السنه اللي فاتت. وانا اعتقد على الصعيد المحلي دي وجهه نظري الشخصيه يعني ان اعتقد لا محل للمنافسه مع فريق النادي الاهلي ما شاء الله. تجربه يسرى عبد الكريم وساره طلعت كابتن رؤوف عبد القادر كان بيسبورت التجربه دي لكن ما شفناهاش في كل الفرق ليه؟ الحقيقه التجربه دي اسعدتني جدا. دول بناتك بالظبط كده. فالنهارده مش انا اللي بتكلم اللي بيتكلموا هم اولياء امور اللاعبين نفسهم تمام. بحس بحاجه يعني كبيره جدا واللي نفسي عمامها ليه وهنقول برضو في كره اليد اوشين برضو عامله شغل كويس جدا بس انا بتكلم على اثنين كباتن مميزات كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي وماسكين فرقه 8 سنين في النادي الاهلي وكنت اعتقد دي اول مره في النادي الاهلي اثنين مدربين على مستوى عالي كلاعبات يمسكوا فرقه صغيره ده صح؟ اكيد طبعا. ودي كانت فكره انا عارف ان الفكره دي فكره حضرتك وبتمنى ان هي ان انا بعممها. واحنا خلي بالك في مبدا ان احنا بنعمله النهارده لما بندور على مدرب علشان فرقه معينه اول حاجه لازم نوصلها ان هو هل اولاد النادي الاهلي موجودين عشان نتولوا المسؤوليه ولا لا. لو ما لقيناش حد من اولاد النادي الاهلي بنبتدي نتجه من بره النادي فما بالك دول يعني ليهم باع طويل وفي الكره الطايره فاعتقد ان التجربه بتاعتها يعني اتمنى ان هي في الموسم الجديد ان احنا نتوسع ونطبقها. كابتن رؤوف عبد القادر بيقول ان السنه الجديده 8 سنين و10 سنين ان شاء الله معاهم اثنين مدربين عشان دول امل النادي الاهلي في اي لعبه جماعيه. على فكره احنا خدنا قرار مجلس اداره طبيعي بالموضوع ونزلناه في اللائحه هايل ان الفرقه اللي بيزيد عددها عن 20 لاعب او لاعبه ممكن يبقى مدرب اخر مع مدرب الفريق لان بيبقى صعب ان هو يركز مع العدد الكبير ده. كره الطايره يا رجال تمام. تدعمات الكره الطايره يا رجال من وجهه نظر كابتن رؤوف عبد القادر دعمت الفرقه باللي كان كابتن محمد مصطفى عايزه ولا كان ناقص تدعمات تانية؟ نفس الطريقه اللي انا بتبعها ان احنا قعدنا هو الحمد لله لما تيجي تبص برضو الموسم اللي انتهى الفريق بدون تدعيمات والحمد لله فاز بالبطولات الثلاثه ما شاء الله اللي شارك فيها. التدعيمات اللي حصلت مش اكتر من عوده اولاد النادي الطيور المهاجره رجعت لناديها تاني من اول وجديد. ف يعني هو مش مشكله في الكم المهم الكيف. في بعض الاصابات اللي حصلت داخل الفريق احمد قض والحمد لله ببشر جماهير النادي الاهلي يمكن اول تدريبه طبعا هو عمل عمليه الرباط الصليبي في شهر 3 اللي فات النهارده يمكن اول يوم
او امبارح بالتحديد نزل ابتدى ينزل التدريب. في الاصابه بتاعت محمد عبد المنعم برضو، الاثنين دول من العناصر المهمه جدا داخل الفريق. فانا اعتقد ان التدعيمات بالاضافه يعني لسيرجي اللعيب المحترف الروسي اعتقد ان التدعيمات كافيه. محمود رؤوف حصل حوار كتير عليه وانا هقولها بصراحه، عايزين نتكلم بصفه عامه، دائما وابدا ولاد الكباتن او ولاد المدربين او ولاد ناس في النادي بتشتغل بيبقى عليهم كلام دائما وابدا. ليه بنحط او الناس ليه دايما بتعمل سبوت على الناس دي؟ اشمعنى؟ يعني هو انا تقول لحضرتك يعني النقطه دي يعني صعب الواحد يتكلم فيها. يعني انا هتكلم، هل محمود رؤوف لعيب محتاج ان يحصل تبرير هو بيرجع النادي الاهلي ليه؟ محمود رؤوف فائز باحسن لاعب في افريقيا في البطوله اللي اتلعبت في النادي الاهلي، دي حقيقه. محمود رؤوف عضو في المنتخب القومي، لاعب اكتر من ليه دايما ولاد المدربين 50 مباراه دوليه. انا كابتن رؤوف انا بكلمك بصراحه، جاء اسم محمود رؤوف اتذكر عشان حضرتك موجود، لكن دايما الناس بتضرب سبوت على ولاد المدربين اعضاء النادي او اولياء الامور، دايما بتتكلم على ده ابن كابتن فلان او ابن كابتن فلان، بتتعامل ازاي مع القضيه دي؟ وفعلا انا بلف كتير في ملاعب النادي. انا شخصيا تعاملت في هذا الموضوع في بدايه الموسم. اتفضل. طلبت من اداره النادي ومن المدير الفني بتاع الفريق، لان كمان لا لو اتكلمت على محمود رؤوف هتتكلم على ابراهيم الجمال. بالظبط. ابراهيم الجمال المفروض متجوز ميرال بنتي. لا بص يا كابتن انا يعني اكيد، بص انا بكلمك دلوقتي عايزين نضرب سبوت على حته ايه؟ لو خالد العودي ليه بنت او ابن بيلعب في النادي، لو كابتن حمدي الصافي، لو كابتن يسرى عبد الكريم، ايا كان كابتن طارق خيري وكابتن مؤمن وابن مؤمن، اللي يعني انا وجهه نظري لما شفت المباراه حاجه فوق الرائعه. ليه دايما ولاد اللعيبه الكباتن بحس ان هم بييجوا عليهم شويه الناس؟ يعني ده امر طبيعي ان الناس بتتشكك دايما ان ممكن يبقى فيه شبهه مجامله او اي حاجه، فبالتالي مفيش حاجه من اولاد المدربين الا ان هم يثبتوا في تدريباتهم وفي مبارياتهم ان هم عكس الكلام اللي هو بيتقال، وان هم فعلا جديرين ان هم يمثلوا النادي الاهلي. انا هقول كلمه، كل الكباتن اللي اتقال اسمها النهارده، اذا كان محمود رؤوف، اذا كان ابراهيم الجمال، اذا كان اسم اي ابن لاعب، ابن طارق خيري، ابن اي حد، صدقوني الملعب بيحكم على اي لعيب، الملعب متواجد علشان اللعيب يؤدي دوره. صدقوني لو اي مسؤول في النادي الاهلي شايف ان ابنه مش متواجد في هذا المكان هو مش بيطلبها، لكن المدير الفني هو اللي بيطلبها، ولازم كلمه حق وشهاده حق. مفيش مدير فني ولا مدرب يقدر يجامل في لعيب، ان المدير الفني مطالب بنتيجه في اخر الموسم. كابتن رؤوف كده بالنسبه لي استضافه بطوله افريقيا بيقولوا لي خلصت، خلي بالك في الهواء، بس انا مش قادر اخلص بصراحه لان لسه قدامي السله هناخدها سريعا، لكن استضافه بطوله افريقيا كل الاجراءات انتهت، وان شاء الله بطوله افريقيا للسيدات والرجال متواجده في النادي الاهلي. الحقيقه طبعا يعني حصلت مفاوضات واتصالات في خلال الشهر الاخير وانتهت الحمد لله بنجاح بتكليف رسمي من الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري لكره الطايره باستضافه النادي الاهلي للبطولتين، البنات من 14/3 ل 26/3 وبطوله الرجال من 30/3 لغايه 11/4 باذن الله. وابتدينا بالفعل هنبتدي الاجتماعات بتاعتها يعني 5 يناير او 6 يناير او الاجتماعات للتنظيم، وباذن الله يعني اللي يخلي الاتحاد الافريقي يعيد اسناد هذه البطوله للنادي الاهلي اكيد التنظيم الجيد اللي كان موجود السنه اللي فاتت، فنرجو ان احنا نحافظ على هذا التنظيم الجيد يعني. طيب كره السله البنات راضي عن ادائهم وخسروا بطوله عربيه، كسبوا 4 بطولات السنه اللي فاتت ما شاء الله، بس خسرنا البطوله العربيه قدام فريق قوي مدعم بلاعبين اجانب كثيرين جدا، الفريق اللبناني. تقول ايه؟ اكمل، هم بقى لهم 22 سنه ما شاركوش في البطوله العربيه. مظبوط. فاذا المشاركه بعد غياب 22 سنه، وكان هناك تخوف كمان ان ممكن ما يحصلش احراز اي مراكز متقدمه، ولكن احنا مجلس اداره النادي فضلنا المشاركه. ليه؟ الفريق محقق الاربع بطولات في الموسم اللي انتهى
17 18 فبالتالي لازم يبتدي ياخد خطوه لقدام. والحقيقه يعني حتى يعني مسؤولين بتوع النادي الاهلي شاهدوا الفريق وهو بيلعب في البطوله العربيه وتم اشاده حتى من كابتن خطيب رئيس النادي على الروح اللي هم يعني لعبوا بيها. وكان في مباراه بتاعه السيمي فاينل بعد كان الخساره يعني حولوها الانتصار. فيعني انا بقول ان المركز الثاني احنا لسه بنقول ايه النادي الاهلي ما يعرفش الا المركز الاول تمام. لكن في بعض الاحيان اعتقد المركز الثاني ده انجاز بصراحه ادوا اللي عليهم وادوا اداء فوق الراقي والمستوى بسبب غياب 22 سنه على البطولات. الحمد لله. اخر حاجه سريعه جدا كره السله، الناس متخايفه على كره السله الرجال بالنادي الاهلي مع ان في ست تدعيمات من اللاعبين او خمس تدعيمات من اللاعبين، لكن الناس قلقانة على فرقه السله في النادي الاهلي. تقول ايه يا كابتن رؤوف؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، النادي الاهلي مش هو لوحده اللي في الساحه بتاعت كره السله. اصعب دوري اعتقد. نعم اصعب دوري بالظبط في الدوريات الجماعيه. بالظبط يعني يمكن اليد او الطايره بيبقى في نادي منافس او ناديين او حاجه لكن السله في حوالي ست انديه كلها بتنافسك. في زي ما انت عملت الست تدعيمات في بعض الانديه عملت السته وسبع تدعيمات وبداتها من بدري قوي من قبل احنا من مفكر في هذه التدعيمات او من قبل ما نيجي يعني سواء المجلس او انا اتولى المسؤوليه. فبالتالي بالفعل يعني الدوري جوه الملعب في ناس كتير جدا شككت في الفريق. النهارده لما الفريق عشان يوصل للمباراه النهائيه كسب نادي الزمالك، كسب نادي سبورتنج، وكسب نادي الاتحاد. اذا اللي انا بقوله ان الفريق قادر على المنافسة. لعيب أجنبي جبناه، والأهم من ده كله احنا عينينا دلوقتي أصبحت على البطولة الأفريقية بإذن الله، لأن احنا أخذنا المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة وابتدينا فيه الويندو اللي جاي هيتعمل يوم 12 القرعة بتاعته. احنا مقدمين ان احنا نستضيف هذه التصفيات. ابتدينا جبنا اللاعب الأمريكي الثاني ما شاء الله موجود دلوقتي بيتمرن معانا بسم كويس. الله ما شاء الله، مش عايز اقول لك يعني لعيب عالي قد ايه هايل. ف دبل الاضافه ان من حقنا ان احنا ناخد لعيب افريقي اخر ممكن يكون اللعيب ده من داخل مصر والاستعانه بيه. انا عايز اطمن الجماهير ان احنا عينينا كمان على بطوله افريقيا يعني، وباذن الله لو ربنا كرمنا ووصلنا للنهائيات برضه هنتقدم ان احنا ممكن ناخد النهائيات عندنا وان احنا ننظمها او في اي مكان هتكون. ف احنا بنوعد جماهير النادي الاهلي هنكون منافسين اقوياء في كره السله، منافسين اقوياء. واليد بقى اليد انت عارف اليد طبعا. اليد بقول لحضرتك يعني باذن الله احنا ربنا يكرمنا والفريق موجود والدعم هيبقى موجود تمام وربنا يكرم باذن الله. كابتن رؤوف يا ريت نكون فتحنا كل الملفات ويا ريت كل اسئلتنا اللي احنا سالناها ما تكونش فيها اي اسئله تكون يعني حصل فيها اي، اعتقد حضرتك بينت كل حاجه لينا. نورتنا وشرفتنا كابتن خالد، انا بشكرك في نهايه العام وبقول لك عام سعيد وكل سنه وانتم طيبين. قناه الاهلي اللي مشرفانا في ثوبها الجديد بقول لهم عام سعيد وتقدم في العام الجديد وبدعي من ربنا يا رب باذن الله للنادي الاهلي التقدم في السنه الجديده ويكون سنه وشها حلوه على النادي الاهلي في كره القدم وفي جميع الالعاب بإذن علشان الله. نهديها لجماهير النادي الاهلي اللي هي اهم حاجه عندنا باذن الله. بنشكركم، اعتقد فتحنا كل الاسئله وجاوبنا، كابتن رؤوف جاوب على كل حاجه، لكن برضو على حوار قريب مع كابتن رؤوف، واستنوها بكره مع اسره جديده والاهلي ليله من 7 ل 10. شكرا والى اللقاء.